لازم اقطع راس القط من ليله العرس، بس انا ما بقدر. مش بالخرب حيراني، ما هو خي في اساس بنقوا عليه، مش حيالله واحد بيطلع بوجههم بيقول له تعب. مرت الغفر، ها؟ انما اردت ان احذر مولاي الا يتناهى كلامه الى امير المؤمنين فينقم عليه فوق نقمه. شلون بدي اقعدك؟ بدي اقعدي بالقهوه لحتى